متابعينا اهلا بكم. يكثف النادي الاهلي تدريباته واستعداداته لخوض مباراة فاركو في الدوري المصري الممتاز، وبالتحديد في الجولة 28 من المسابقة. فمتى موعد هذه المباراة؟ وما هي القنوات الناقلة؟ وما هو معلق هذا اللقاء؟ قبل ان نتعرف على هذه التفاصيل، خلونا نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد من الفيديوهات، ونعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الجمهور، ونستمر في نشر المزيد من الفيديوهات بدعمكم لينا. ويلا بينا نبدأ الفيديو. في ظل الاصابات والغيابات التي يمر بها النادي الاهلي خلال الفترة الاخيرة، يسعى المارد الاحمر لتحقيق الانتصار خلال مبارياته المتبقية في الدوري المصري. ورغم حيرة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش في وضع التشكيل الأنسب لمباراة فاركو القادمة، وهذا بسبب الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة، ولكن حتما عليه الفوز خلال هذا اللقاء وبقية اللقاءات في مسابقة الدوري. فالنادي الأهلي تعادل سلبيا خلال المباراة المؤجلة من الجولة 21 أمام نادي المقاولين العرب. فالنادي الأهلي يحتل حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ب 55 نقطة من 26 لقاء، وله مباراة مؤجلة ضد النادي الإسماعيلي، وكانت مؤجلة من الجولة 18 من عمر المسابقة. فالأهلي فاز في 16 مباراة وتعادل خلال 7 وهزم خلال 3 آخرين، بينما فاركو واللي صعد حديثا للدوري المصري والأول مرة يصعد في تاريخه لهذه المسابقة العريقة، يسعى هو الآخر لتحقيق الفوز واستغلال حالة النادي الأهلي واللي بيمر بيها منذ هذا الموسم. فالنادي السكندري لن يفرط في نقطة واحدة أمام النادي الأهلي. فنادي فاركو يحتل المركز الثامن ب 35 نقطة من 27 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 11 وهزم خلال 8 مباريات. ومن المقرر أن يحل نادي فاركو ضيفا على النادي الأهلي، وبالتحديد على ملعب الأهلي والسلام، في 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت مكة المكرمة، من مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021-2022. ويمكننا مشاهدة ومتابعة مباراة الأهلي وفاركو عبر أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق أيمن الكاشف. كنت معكم حياة رمضان، أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.